مشروع القانون تراوح ما بين جلسات وشد برشة تغييرات، من بينها أنه توا تم الاتفاق على سحب الجزء الخاص برجال الأعمال وسحب الجزء الخاص بالتهرب الضريبي، أي أنه الإبقاء في مشروع القانون هذا يتعلق بالموظفين وأشبه الموظفين العمومية. احنا بطبيعة الحال القانون هذا فيه مشاورات كبيرة، فيه اتفاق طبيعي ما بين النهضة والنداء، أيضا على مشروع تونس، معنا أفاق تونس، ومعنا الاتحاد الوطني الحر. إذن تقريبا الإجماع تم حاليا على خصوص الجزء اللي يتعلق بالموظفين وشباب الموظفين العموميين. إذن نحن مانيش خايفين على القانون هذا، إن شاء الله باش يتعدى بعد مصادقة عليه من طرف اللجنة، ويقع تقديمه لمجلس النواب إن شاء الله للجلسة العامة. إن شاء الله نتصور هذا يكون يوم 18 أو 25 على أقصى تقدير للشهر هذا. الجبهة الشعبية موقفها من قانون المصالحة من 2015، وحتى النسخة المعدلة توا الفاسد ما يصلحش، والجوهر متاع القانون هذا هو تطبيع مع الفساد والمفسدين، الاستنجاد خبرات أشباه الموظفين أي اللي عبثوا بالمال العام زمن الاستبداد، وثانيا بعض رجال الأعمال اللي أثروا بطريقة فاحشة على حساب قوت الشعب. جبهة شعبية ضد قانون المصالحة، جبهة شعبية مع مصالحة حقيقية تحترم أولا الدستور، قانون العدالة الانتقالية وهيئتها. نحن في كنت حركة نهضة بعد نقاش طويل عينا ثلاثة نقاط. النقطة الأولى عيناها أنه حصل فعلا تغيير جوهري وتعديل جوهري على هذا القانون، وجعله محترما لقانون العدالة الانتقالية ومحترما لأحكام الدستور. ثانيا، هذا القانون يمكن أن يساعد على تسوية وضعيات موظفين تعرضوا إلى تعسف وإلى ضغوط إدارية دون أن يكسبوا أي فائدة لا مادية ولا غير مادية، ودون أن يكونوا تورطوا بحصول على رشوة. ثلاثة، هالموظفين هذوما اللي محصلوش على رشوة ومحصلوش على فائدة مش ممكن لهم باش يتوجهوا لهيئة الحقيقة والكرامة والعدالة الانتقالية، لأنه مسار العدالة الانتقالية يهم الناس اللي ذات رشوة، وهم الناس اللي سرقت، وهم الناس اللي نهبت، وهم الناس اللي استفادت. كما وقفنا من قانون المصالحة أو بالأحرى من التعديلات اللي أدخلوها على القانون المصالحة، واللي هي عملية من عملية تحايل جديدة بطبيعة، لأنه ثم إصرار رهيب من السلطة الحاكمة في أنها تحمي منظومة كاملة متاع فساد. لما نقولوا ما تمش مؤاخذة جزائية للموظف اللي استولى على المال العام، أما ما حطش مال في جيبه، هل معنى هذا أنه المؤاخذة الجزائية لهذا الموظف الشريك وضعيته فين إذا ما تمش مؤاخذة جزائية للفعل الأصلي؟ فبالتالي الشريك لا 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 لا, لا, لا يعتبر مجرم، لأنه ما تمش جريمة في الأصل. دونك هنا الشريك بالضرورة هم أكل رجال الأعمال وأكل الناس اللي تعاملت معهم. أكثر من هذايا شنو اللي قلقهم؟ فما عدالة انتقالية؟ حتى كان ثم موظفين، فرضاً ثم موظفين ما استولوش على المال العام لأنفسهم، يظهر لي أمام العدالة الانتقالية بويسك موضوع متعلق بالإسلام على المال العام هم موضوع للعدالة الانتقالية، وأمام العدالة الانتقالية اللي فات باش يعترفوا ويقولوا كيفاش عملوا ويفكوا المنظومة ويعطيونا المعطيات اللازمة للإستشراف إصلاحات جدية وحقيقية للمؤسسات حتى نضمن عدم تكرار هذه الجرائم. اليوم هو ما حدش في جيبه، غدوه باش يحط في جيبه. احنا مع القانون المصالحه، لكن مش في الصيغه نتاعو هذيا. يلزم القانون يتقسم على ثلاثه مراحل. نبداو بالتطبيق الفقره الاولى، المحور الاول اللي هو معناها مع الموظفين العموميين، ونخليه رئيس الحكومه وندعمه رئيس الحكومه ونساندوه في هذه الحرب ضد الفساد والمفسدين. المحور الثالث اللي هو قانون الصرف يخلط من بعد، ينجم يدخل حتى في 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 ترتيبات العدالة الانتقالية. وهذا القانون لن يمر داخل المجلس ولو هم ضامنين أغلبية برلمانية لا تفكروا إلا بمصالحها، وأقل حتى من أحزابهم، أقل بكثير من تونس. ولكن المعركة هذه معركة مجتمع، معركة شعب تونسي، وذاك علاش
الوقوف ضد هذا القانون داخل المجلس وخارج المجلس بطريقة مدنية ومتحضرة فيها المسيرة وفيها الاعتصام وفيها البيان، وهذا جوهر الديمقراطية.